مين اللي حكيت على التليفون؟ سر ما؟ هيك شي فوتي بالغيوم مثل اللي عم يبحر بعيوني. خلصنا بقى، خلينا نطير شي يوم مع بعض حبيبتي، أنا وإنتي وبس. لاي 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 لا. لك بس ننزل لحتى ورجيك كيف المسخرة. ما بدك تحكي؟ لا جدك هالقد؟ جدي كتير. ماشي بلا الحاح، مو نحن رفقات ابني؟ قديش قلنا مع بعض؟ اسمه أليف. من هون؟ لا امتى تعرفتوا؟ بأول الصيف، كان يوم شوب وصعب. طلعت من المصنع ونهيت أشغالي بالمدينة وأنا راجع على البيت. كان قميصي ملزق علي من كتر العرق. قمت شفت وحدة بنص الطريق. أنا بحبها. بسببها صرت واحد تاني. حاسس بقوة بعمري ما حسيت مثلها. ليك شو هاد؟ شوفي. طلع لتحت. غير الضباب، تحت ماله مبين. يضرب هالحظ. جاية باتجاهنا. بعد شوي حتى أصبعنا ما عاد نطصه. بس ما كانت بتقرير الأرصاد. شو بيعرفني أنا؟ ما فينا نكمل هيك. عم نطير على العمياني. شايف شي تحت؟ كتير قليل. في سهل، رح انخفض. بدك تنزل؟ ايه مجبور. لازم رجعك بخير وسلامة للست أليف مثل ما استلمتك، وإلا بتذبحني. انت صديقي، مشاهد زواجي. ميتين وخمسين قدم. ميتين واربعين. جاهز؟ جاهز. ميتين وثلاثين قدم. اترك العد، مسك منيح. ميتين وعشرة قدم. يلا ننزل. وين نحن؟ ما بعرف. منروح بهالاتجاه؟ وين نحن؟ حاجة تتلفى، نمشي يلا. جلال نحن وين؟ قلت لك حاجة تتلفى، نمشي يلا. والتليفون ما في تغطية، شو هالوقعة هي؟ لا تقوم عن تبهو.
ليش قالوا الحراس اللي على الباب؟ ليش الجنينة فاضية؟ صبح اطلعت ما في حدا بالجهة الورانية. نعم. ليش كل واحد راح بجهة؟ احكوا له شوف. يلا يلا صار. شو قلتوا لك؟ منيح اللي تصالحنا، كلكم ارتخيتوا، رخاوة ما في، ما بتتركوا الساحة الفاضية، فهمتوا؟ أمرك. بالحرب لازم تكون قوي، أما بالسلم، بالسلم لازم نكون أقوى، وإلا ما بيصير اسمه سلم، بيصير ضعف، ولما أنت بتضعف ما بيعملوا حساب لدموعك، بيقرفوا رقبتك، فهمتوا لك؟ دعمكم تحاش. مفهوم. وبعدين؟ هلا اسمعيني منيح. قلت لك وبعدين؟ تعرفي مطرحك، محل ما اجيتي المرة الماضية، هلا بتجي ناطرك. تعي لحالك، إذا بشوف حدا معك بقبرك إلك بالأول. بابا هون ما بقدر. أنا بسألك تعي بتجي وإلا بتعرفي. سليخة جاي بابا. ألو ألو. نقلعوا من خلقتي، لا تورجوني وجهكم. انتبهي لهدول شوي، رح نتبهدل. كله عم يغني على ليلو. ليش شو عاملين؟ مو مبطخين شي، كلهم جايين يناموا، هاي هي المشكلة. إذا قلت اهتمي أكيد في سبب. خلص بهتم بابا، بس من الصبح وأنت نازل بالكل بهدلة، ما فهمت شو صاير لك؟ ما بعرف شو صاير لي، من وقت ما قمت وفي نخزة جواتي زليخة، هون بالقفص الصدري عم تضغط على قلبي. منجيب لك الدكتور بابا؟ ما بدي دكتور ولا بطيخ. مع مين حكيتي من شوي؟ اتصل البيطري، بدي ورجيه الحصان. شو صاير له؟ ما بعرف، ضايش وبطنه مثل الحجر. أنا رايحة على البيطري بابا. طيب روحي. الرقيب أول أندر. شو؟ وين؟ أهلين سيدي، رح يحاكيك الملازم أول. ملازم أول علي، ماشي اهدى شوي عم اسمع. فربني قربتي